الله أكبر. ريف دمشق بلدة بيت سحم 13/11/2013. أصوات التكبيرات والتهليلات تعانق سماء البلدة. وتمتزج مع أصوات القصف العنيف الذي تتعرض له البلدة لليوم التالي على التوالي. في محاولة يائسة لميليشيات أبو الفضل العباس وحزب الله اللبناني من اقتحام البلدة. الجنوب الدمشقي يحتضر. لن نناشد إلا الله سبحانه وتعالى. سننتصر بإذن الله. سحب من الدخان تغطي سماء الجنوب الدمشقي. محاولة الاقتحام كل من يلدى وببيلة وولدة بيت سحم وحجيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.